دكتور طارق بعد اذن حضرتك يا دكتور حسام، ومش هسال طب احنا ليه اكتشفنا ده دلوقتي وليه بعد عشرات السنوات لقينا انه الطالب ما كانش بيدخل بالشكل العملي المظبوط، لانه دايما عندنا قاعده better late than never، يعني كويس ان احنا عرفنا ان احنا كنا محتاجين نغير ده ونغير النظام، بس ده هيفيد في ايه يا فندم بقى؟ طيب لا احنا كاساتذه الطب احنا شايفين ده من زمان، انما كان ينقصنا الاراده، احنا مش لا نملك التنفيذ او اصدار قرار او تغيير التشريع. احنا اللي شايفينه ايه من زمان؟ ان خريج الطب في مصر كان بيدرس 6 سنين دراسه معظمها نظري والعمل فيها اللي هو يتعامل مع العيان مباشره قليلا، ثم يعقبها سنه تدريب عملي صرف. فوجدنا ان الخريج ده لا، ناقصه مهارات التعامل والتواصل مع المرضى بشده. ده لما بيتخرج بعد الستة والسنة ويروح يقعد في وحدة رعاية صحية أولية لوحده، معهوش حد أكبر منه، هو بيبقى عنده مشكلة في التعامل مع الناس قطعا، من أول التشخيص لغاية خلاص يعني باختصار. طيب فكان لازم نغير الطريقة. أخيرا لقينا في إرادة موافقة على التغيير ده، لقينا إن في جزء من التفاصيل النظرية اللي بياخدها الطالب ممكن الاستغناء عنها. معتقد طب اللي كان بيدرسوا 6 هيدرسوا في 5 هتشيلوا معلومات مهمه؟ لا، هي تفاصيل احيانا في اعاده التوزيع. هل يعني ما هي في تفاصيل، يعني احيانا الطالب كان بيدرسوا له تفاصيل زياده هو مش مطالب بيها لما يتخرج كممارس عام او يبقى على كده طبيب اسره، مش مطالب ان يعرف تفاصيل علاج كل الامراض بالتفصيل، كانت احيانا بتدرس له. فاذا باختصار احنا نجحنا ان احنا نشيل شويه تفاصيل نظري لن تنقص من مستواه العلمي، وخلينا له بدل السنه سنتين. ده بالعكس ضربته بالواقع العملي افيد. بس خلينا بقى في السنتين دول عشان نتكلم بوضوح، يلا ندخل على السنتين. هتنجح هتفشل. طيب هنخلي كده طالب الطب يدرس 5 سنين مش 6. ايوه، وفيهم تعرض للمرضى وتعامل مع المرضى، وعملنا اعاده هيكله للمنهج واهتمنا بالتفاصيل. بس السنتين بقى دول تدريب عملي حقيقي بمهارات. بعد ايه بقى يا فندم؟ بعد الخمس سنين. بعد الخمس سنين سنتين يعني خلاص هو خلص الامتياز، هيبقى سنتين. ايوه كده، الامتياز سنتين خلص مذاكره ولابس بالت وقعد في المستشفى. يعني هي في ايه بقى الشرط عشان ننجح؟ ايه الشرط؟ ان السنتين دول يبقى ليهم برنامج تدريبي محدد المعالم ومشرف من عضو هيئه التدريس عليهم على دكاتره الامتياز دول طول السنتين دول عشان يتدرب صح. مين يا دكتور حسام؟ ويكتسب مهارات صح. مين يا دكتور حسام اللي هيحط البرنامج ده ومين اللي هيتاكد من تطبيقه؟ طيب خليني بس برضو اكمل جزء في الخمسه واكمل كلام استاذنا الدكتور طارق. انه مش بس الخمسه بنظام اللي انا قلته، في كمان حاجه زياده، وهو انه احنا عندنا دايما مشكله الناس بتعاني منها، من انه تعامل الطبيب او الفريق الصحي مع المريض مش موحد. يعني ممكن تروحي للدكتور تلاقي بيعاملك بشكل جيد وبيهتم ومركز معاكي، تروحي لواحد تاني تحس انه مش متعاطف كفايه معاكي، فالناس بتشتكي. فجزء من التغيير في البرامج الدراسيه انه يبقى هذه العامل النفسي، كيف تتعامل مع المريض، كيف تتعامل مع الفريق، كيف تتعامل من خلال فريق، كيف تتعامل مع اهل المريض. ده هيبقى جزء من الدراسه اللي عليها علامات نجاح وسقوط. يعني ممكن تسقط لان انت لم تحسن معامله المريض، مش بس انت هتسقط لانك لم تحسن تشخيص المريض او المرض. ونخرج بقى من انه المريض في كليات الطب بيتحول الى حاله، الى انه انسان. الجزء اللي بعد كده المهم تاني في قلناه، انه من الجيد ان انت تبقى تعرف 12 طريقه لعمل الزايده، لكن الحقيقه المطلوب انك تتقن طريقتين لعمل الزايده. فانا ممكن اقعد ادرس الطالب 16 اسلوب لعمل الزايده، لكن انا يهمني في النهايه الطبيب خصوصا اللي لسه متخرج ده، لو هيتخصص في الجراحه بعد كده يتقن ال 12، لكن وهو في مراحله كطبيب عام يهمني انه يعرف يعمل واحده من ال 12 دول، فده اللي انا هركز عليه. يعني فندم التركيز على الجانب العملي مش النظري. بالظبط اللي احنا بنقوله ببساطه، بيحفظ مناهج. ايوه ايوه، يعني ده واحد مش ونيجي يعني وقت البراكتس عندي مشكله. انا اقدر اسمع لك 12 طريقه لعمل الزايدة، بس انا مش عايزك تسمع لي 12 طريقه، انا محتاج انك تعمل لي طريقه منهم بشكل صحيح. صح. طيب مين بقى اللي هيبقى مسؤول عن التدريب؟ المسؤول عن التدريب هم اعضاء هيئه التدريس بكليات الطب.
بوضوح يعني. تمام. يعني هو اللي هيحط البرامج تجنيب العمل اللي بيحط البرامج هي لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات. يعني لجنة القطاع هي مكونة من عمداء كلية الطب. هتحط البرامج بتاعة التدريب. والحقيقة في جهد اتعمل فعليا وفي برامج موجودة ومعروضة على اللجنة، يعني اشترك فيها كثير من الأساتذة المتخصصين وعلى رأسهم يعني واحدة من رواد التعليم الطبي في مصر الدكتورة نادية بدرة. هم دولت اللي مسؤولين عن وضع البرامج وهم اللي مسؤولين عن تنفيذ البرامج. والبرامج دي هتبقى موحدة على كل الجامعة؟ هتبقى موحدة، مش كل جامعة تأدبت البرنامج بتاعها. اللي بقى مسؤول عن انه البرامج الموحدة دي تبقى موحدة، والجزء لانه كمان هي فيها جزء له علاقة بالتدريب في وزارة الصحة كمان. يعني انت في النهاية انا بخرج تقريبا 12,000 طبيب سنويا، سواء في الجامعات الحكومية او الخاصة او طب القوات المسلحة. مش الحقيقة ال 12,000 دولت ما بيشتغلش منهم اكتر من 2,000 في الجامعات، الباقي كله بيروح وزارة الصحة. فمش من المنطقي انه يبقى اول علاقة ليا بوزارة الصحة اللي انا رايح اشتغل فيها اساسا بعد ما اتخرج. طب عايزين منه ايه يا فندم؟ عايزين تنشئوا علاقه ازاي؟ علاقه تدريبيه لازم يبقى جزء اساسي منه يعني جزء في مستشفيات ودار الصحه. طيب دكتور طارق اتفضل، يعني اشرح لنا الجزئيه دي برضه عشان نقطه مهمه. في السنتين التدريب دول هيبقى جزء بيتدرب في مستشفيات الجامعه وجزء تاني بيتدربوا في الصحه. فهنا تنشا العلاقه اللي بيتكلم عليها الدكتور حسام بين الطبيب ووزاره الصحه، فيها مستشفيات، فيها مستشفيات مؤهله انها يبقى فيها تدريب، فيها حجم عمل يكفي ان الطالب يتدرب فيهم في سنتين. هل ده مثلا بيزود لي ميزه ان انا بيبقى عندي داتا بيز اكتر، عندي قاعده بيانات، عارفه الاطباء اللي عندي كفاءاتهم ومهاراتهم ولا لا؟ بيخليكي انت معرضه لبيئه العمل بشكل مبكر، يعني بدل ما يخرج من الجامعه هو طول الوقت قاعد في الجامعه في مستشفيات الجامعه ويس فجاه ينتقل الى بيئه عمل تانية وهو محتاج انه يكشف. طب ممكن سؤال مع